بسم الله الرحمن الرحيم. أنا محمد إبراهيم الهر من مركز سرمين، متطوع في فريق الدفاع المدني سرمين، مواليد 1992، متزوج. الحمد لله رب العالمين، ما رزقني أولاد، الحمد لله رب العالمين. أنا أعمل على أطفاء وبحث وأنقاذ للناس العالقين تحت الأنقاض، وأصيبت أكثر من مرة وأنا في عملي. وامبارحة بيوم خميس 29/9/2016 قام الطيران الروسي بإلقاء أكثر من غارة على محافظة إدلب، وتوجهنا بفريق 5 عناصر مباشرة إلى المحافظة. وأول ما باشرنا بعملنا هو أخمدنا الحريق، كان في حريق ليبي وأخمدناه، تم السيطرة عليه. ثم من بعد الحريق عملنا على امرأة وطفلتين تحت الأنقاض تحت الطابقين. أول ما بحثنا سألنا بعد بحث طويل سألنا المدني وهو أبوه للأطفال كانوا موجودة هناك، ودلنا أول ما بحثنا لقينا المرأة اللي كانت تحت الركام طويل ما في غير وجهها مبين. عملنا أكثر من 1.5 ساعة لطالعناها من تحت الأنقاض، إن بعد جهد كبير الفضل لله الحمد لله رب العالمين. وبعد ما طلعناها اتجهنا على أطفالها اللي كانوا موجودين تحت غرفة تقريبا 20 متر مربع، وهي يعني تحت ركام تحت صبتين. الحمد لله رب العالمين حفرنا في نص الغرفة تقريبا مساحة نص متر، ونزلنا لنبحث على الطفلة. كنا فريق، كمان بوجه شكر لصالح أغا وعبد الخليل اللي كانوا عم يشتغلوا معنا، وفي أكثر من أخ كمان كانوا عم يساعدونا في هذا العمل. طفلي اللي ما بتتجاوز 30 أو 40 يوم تقريبا، الحمد لله رب العالمين على قيد الحياة. يعني أول نحن ما شفنا الطفلي وطفلي ساعتين تقريبا، ساعتين أو ساعتين ونص تحت الأنقاض، والحمد لله رب العالمين يعني عايشي وما فيها ولا خمش. إذا يعني إذا فيها خمش صغير هو بجبينا خمش أو خمشين. يعني كان مقطع مؤسر جدا جدا، يعني انا من فرحتي صرت ابكي. يعني بهيك موقف عم توقف هيك بموقفه وانت يعني عم تشتغل شغل، يعني الحمد لله رب العالمين انجزت انجاز كثير كثير كبير كثير كبير. يعني اول ما شاهدنا الطفلي ودقيناها انا وفريق الدفاع المدني، وصلنا نتقاتل مين بده يشيلها عند الوطنية زميله، وانا شلتها وبدي نزلها من فوق الطابق الثالث، واكثر من واحد يعني كانوا اللي بدهم ياخذوها مني، وما انا يعني عندي ضبيتها، حسبت انه كانت البنت. يعني يعني انا تاثرت كثير كثير، يعني ما تاثرت انه من فرحتي انه من هالانجاز اللي انجزناه انا واصدقائي في الدفاع المدني. واكثر من واحد حاولوا انه ياخذوا مني البنت، بس انا ما حاولت انه ما اعطيها لحدا ابدا ابدا. نزلت من فوق من الطابق الثالث لتحت ووصلت للمشفى، ووصلت لها لعند امها. يعني امها اللي انقذناها اول شيء، رجعنا كمان صارت تقول لي الامراه انه بدي بناتي اقتلها باذن الله تعالى، باذن الله رب العالمين ما بيطلعوا غير عايشين. والحمد لله رب العالمين طالعنا التنتين عايشين. اول ما طلعنا بنت 30 يوم وانا وصلت لها لعندها على المشفى، وقت شافتها يعني عندي اللي وصلت لها بنتها وشافتها، ايه كمان شكرتنا كثير كثير. ورجعوا كمان زملائي صالح اغا وحسن خليل ومشاركه الدفاع المدني، يعني كمان يطالعوا البنت الثانيه اللي عمرها 2 أو 4 أشهر، الحمد لله رب العالمين كمان على قيد الحياه. الحمد لله انا بشكر رب العالمين على هذا العمل وهذا الانجاز اللي انجزناه، الف الحمد والشكر لرب العالمين. شاركت عمليات القوى السابقه وتعرضت للاصابه خلال عملك في الدفاع المدني؟ نعم، انا شاركت باكثر من عمل، وفي عمل منهم في سرمين كمان وتصابت فيه، ضليت تقريبا 1.5 شهر متصاوب، وكمان مرة عن طفل حريق كمان تصاوبت أكثر من مرة الحمد لله رب العالمين. الله شافانا الحمد لله.